نسينا الهم ورمينا علينا الغم، قادين المظهر الخارجي وحتى المظهر الباطني وصلتو العدوى. الصراحة والله تحسيت بالنفسية ارتاحت وتحسنات، ولكن للأسف كاينين بعض الطفيليات على هيئة بشر تخلقوا باش ينقدوا عليك حياتك ويخسروا ليك أيامك. وحنا راجعين وفاء دخلات للدار، وأنا في طريقي لبيتي لقيت سيهم أحمد مع واحد المونيكا ديال عيشورة. قال أحمد: هنا كنقدم ليك زميلتنا في القضية سهام وخطيبتي عن قريب. سهام كنقدم ليك. وهي تقاطعو سهام بالهضرة قالت له: هذه هي مصيبتك الحولة. قلت: أشنو؟ وهو يقول أحمد: سهام. شش، قالت سهام: والله تعرفتها غير من شكلها. علاش كتعصبك؟ انا في بلاستك نشوفها نشبع غير ضحك. قلت ليها: بالصح، وانتي اللي شوفك يموت غاف اقصى، ولكن انا ما غنعطيكش هاد الفرصه. اجي لهنا عليك كنقلب. وخا كانت طويله عليا، ولكن نقلت عليها وشديت لي هذيك الشطابه اللي نابته ليها فوق راسها، وبديت نتف ونريش، ومره مره نخبط، وما نسيتش العضان والبصيق والقميش. اما الركيل والعفيط كانوا من نصيب حميده اللي كان كيفك. المهم كاع اعضائي استخدمتهم في هاد المشاجره العنيفه، والله ما فكني عليهم غير حسن والرجال اللي معاه. اما قسما عظما ما نتفرق عليهم حتى تشرق شمس نهار السبت. وعلى فكره احنا راه في الحد. ومن بعد شد ليا نقطع عليك المونيكا ديال عيشورة، سهام مشات كتدمع وتسب، وانا دخلت لبيتي فرحانه ومرتاحه من بعد ما بردت غداي ديليا. النهار حليت عيني ولقيت طليصه ديال الحنه في ايدي، وغدايد المدير، وغدايد مقابله العمل اللي قطعوا عليا فيها، وغدايد طردي من الخدمه، وغدايد هاد القضيه. حسيت براسي نفست الضيق اللي كان فيا. ولكن شكون خلاك ترتاح وتستنشق الهواء النقي؟ جا احمد وقال: اش هاد الشي اللي درتي للبنت؟ واش حماقيتي ولا خرج ليك العقل؟ قلت لي: خرج لي العقل، كون راجل مره وحده في حياتك وخدم داك العقل اللي دايره عليه الخمله والقمل. شكون فينا اللي جبد لاخر الاول؟ وهو يقول: كنعترف باللي هي، ولكن ماشي من حقك تصرفي بديك الطريقة الهمجية. قلت لي: آها، الحل بنظرك هو أنني نسكت ونكمدها في قلبي وننعس ودموعي في عيني. سوري بيبي، أنا ماشي من هذاك النوع. وهو يقول: ما عرفتش شنا هو الذنب اللي درته في حياتي حتى عاقبني الله بيك. وأنا نقول: وأنا أشنو ذنبي؟ خلقني الله بهذا الشكل حاولة وكندير نضادر قاع الكاس، واش بنظرك بغيت نكون هكا؟ هذا امتحان وعطاه لي الله، الحمد لله عليه، راضية بقضاء الله. ما غنرضاش بأحكام واستهزاءات بنادم اللي مليء بالعيوب، اللي فين ما كنسكت ليه كيزيد يتجرأ وينطق كتار. واش بغيتيني ندير؟ كل ما قال لي شي حد الحولة نوض نبكي ونقتل راسي. عمر شي حد فهمني ولا غير حاول، ولكن بارك عليا غير انا نفهم راسي ونبغي راسي ونتهلا في راسي. وربي معايا وطز فيك وفي البشر. خليت ومشيت، درت راسي فوق المخده وقلبت وجهي لجهه الحيط. انا صافي يا ربي، عييت عييت ما نقاوم في هضره الناس. كل ما كنسكت واحد كيطلع ليا واحد اخر. انا ما كنطالب من حتى شي حد يبغيني ولا حتى شي واحد يفهمني. انا بغيتهم غير يعطوني اتساع ويخليوني نعيش حياتي هانيه. وداني شويه ديال النعاس، وانا تليفوني العظمه بدا كيصوني. لا لا، هاد النهار ما غيسالي حتى يساليني في القبر. قلت: الو حنا، لاباس عليك؟ قالت: لاباس بنتي، ناقصاني غير انتي.
بغيتك تكوني غدا عندي في الدار، عندي ليك واحد المفاجأة. قلت مفاجأة بحال هاد الطليصة اللي درتي ليا وأنا ناعسة. الحمد لله هاد المرة فكني ربي من مفاجآتك. عندي الخدمة مزيرة حنة وما عنديش كي ندير نجي. وهي تقول ورا والديك بقات ليهم غير يومين ويسالي ليهم الكونجي. قلت والديا بقات ليهم يومين، عاد هما تفكروا عندهم شي بنت وبغاو يشوفوها. قولي ليهم يشوفكم الخير وبنتكم ما بغاش تشوفكم. قالت هناء الله يرضي عليك يا بنتي، وديري عقلك في راسك، الا ما جيتيش غيتقلقوا منك. وشكون اللي غيصيفط لينا الفلوس باش غنعيشو بدوك 2 دريال اللي كتشدي في الشهر؟ قلت ليها حنة شكون اللي عزيز عليك، انا ولا الفلوس؟ وهي تقول انت يا الحمقى، ولكن انا بغيتك تعيشي مزيان وما ينقصك حتى خير. قلت ليها واخا هانا غنجي غدا. اقطعت الخط وانا قلبي كيتقطع. صافي اللي كان ناقصني كمل، ما كنظنش باللي دوزت شي نهار في حياتي بحال هذا النهار، وكنتمنى ما يجيش شي نهار بحاله من بعد. وهو يقول لأحمد بواحد الصوت مليء بالحنان، واش غتمشي غدا؟ قلت لي واش كنتي كتصنط عليا؟ وهو يقول احنا في نفس الغرفة، بطبيعة الحال غنسمعك. جاوبي على سؤالي. قلت لي اه غنمشي ياك هادشي اللي كنتي باغي. وهو يقول والمهمة اللي مكلفة بيها ما يمكنش ليك تخوي بينا، وما يمكنش ليك تنسحبي في هذا الوقت بالضبط. قلت واو، واش كتعترف باللي راك محتاجني؟ هذا اعتراف خطير، خاصو يتسجل ويتصور ويتعلق ويدار ليه اطار ذهبي. ولكن ما تخافش، انا ماشي من النوع اللي كيهرب في وقت الجد، غادي نرجع من بعد يومين. وهو يقول وبقينا حجة غتاخدي الاذن؟ قلت لي واش ما قالش ليك سي عبد الصمد اول مرة تلاقيتو في اينا مناسبة؟ قال لي لا. قلت لي طردي من العمل بسبب اتمامي للكذبة الالف اللي كيخليه مرات المدير تنهج بالبكاء، وهذا الشيء اللي كيخليها ديما مع راجلها في صراع دائم عليا، اتمتع عليا في هذه الفتره. انت ولا لهم سهام، ما حدي غايبه، حيت ملي غدا نرجع غندوقكم تمر شجر الزقوم. استغفر الله العظيم. وارى ما عندك. وجاء يوم جديد، يوم جميل، يوم ليس له مثيل. وانا جالسه كنعاود الحفيظه اش جرى البارح، وهو يجي حسن قال لي تكلمي لسي عزيز، يريد ان يوبخني لما فعلته امس. وياك دابا عاد قلنا يوم جميل. وقبل ما نمشي للمشنقه دهنت لي حفيظه شويه ديال الباربال وجهي باش يبانو الكدمات والضربات، وشلضات لي 2 بصلات قدام معويناتي اللتان اجهشتا بالبكاء، وشبعاتني قريص باش ما تشدنيش الضحكه ويبان عليا الالم. من بعد مشيت وتبعتني بصينيه ديال القهوه. دخلت لقيت كل شي حاضر للمحكمه، سي عزيز سياده القاضي، والضحيه سهام، والشرطي احمد، والمحاميه وفاء، والشاهد حسن، والشاهده التي لم ترى شيئا هي حفيظه. كانوا كيهضروا في شي موضوع قبل ما ندخل. قال سي عزيز مع من خدمتي قبل آنسة سيهان؟ قالت سيهان خدمت مع سي سفيان الريواني وزير سابق، وفايت لي خدم مع سي موسى اللي عارفة مزيان تغارات ديالو. وهو يقول مزيان غتفيديني في هذا القضية، وشافني وصلت وجالسة مع الناس كنتصنت. وهو يقول زيد يا لالا غزالي مزيان وتبارك الله، ولا قد القب قد الصل. قلت في خاطري ما كاينش شي سطل قدك، دايرين بك غير البوليس وانت حال فمك كيشطونا. ناري شدتني الضحكه، جاب الله مازال عيني كيدمعوا من البصله. كمل وقال وليتي تدابزي مع سيادك،
ما بقى ليك والو قدوري فيا انا نيت. قلت في خاطري والله ما كرهت ندور فيك وندور بيك شي سلوكه ديال الضو ونخوي عليك شي سطل ديال الماء طايب تسلق وتشوى في ان واحد. وهو يقول هضري مالكي ساكته، دوك دموع التماسيح ما كينفعوش معايا. قالت حفيظه سيدي هي اللي جبداتها وعيراتها بالحوله وبغات تدور ليها بالراجل وعيرات ليها والديها وما خلات ما قالت فيها. انا سمعتها بهاد الودنين اللي ياكلهم الدود. وتا حسن اسمع ياك حسن، حسن ما عرف يكذب ما عرف يقول الحق وحافظه بين هاد الجوج. وهو يقول اه سيدي هناء بنت الناس وما يمكنش تأدي نملة الا ما جبدهاش شي حد. قالت وفاء هناء ما تديرش شي حاجه بحال هكا الا ما دارتش ليها ديك اللفعه شي حاجه، ولكن ما حد حيا ما كاينش اللي يقيس الشعره من حبيبتي هناء. احمد طلع حاجب ونزل حاجب. ناري واش هادو كيهضروا عليا؟ واو الا بلاتي هادو ايش كيديروا؟ وفاء تلاحت على شعر سهام وناضت حافظه كتعاونها، والسي عزيز كيغوت وحسن كيجي يفك كيفك الدين سهام اللي كتدافع على راسها. احمد تصدم بحال درتي ليه بوز. اما سيادتي بعد ما نفذت خطتي بديت كنكحز لجهة حفيظة وكنهضر معاها من تحت سناني بحال لا كندوز ليها اجوبة الامتحان. حفيظة الجنب عطيها للراس، عضي عضي راه فمك كاع ما مستعملاه، ما تنسيش القميش والقريص. وهو يغوت عزيز زعزع الدار بركة بحال لا كل شي درتي ليه بوز. خرجوا عليا كلكم ما بغيت نشوف حتى واحد. حضرنا راسنا وخرجنا بالصف وكل واحد مشى فحاله. وبطبيعة الحال بعد ما هدوا وفاء وحافظة سهام باش ما تبقاش الدور بساحتي. وهو يقول احمد وليت كنخاف منك يا لالا هنا. قلت لي خاف من اللي خلقك اما غير درويشة. وهو يقول درويشة صدمتيني. مشى وخلاني وحتى انا كاع ما تسوقت لي. ومشيت عند مرات سي عزيز حيت هي اللي مكلفه بشؤون الخدم باش تخليني نمشي هاد اليومين. بديت كانت تنظ عليها وكانت بوحط كنت بالحس ساعه ديال المكانه حتى طيبت ليها قلبها. والسيده عاد ما زايده فيه ومع جاها الملل قالت لي عاودي لي قصه حياتك كامله. والله ما نكذب عليكم حسيت براسي رمانه مع سحت الليل. بديت نعاود ليها اللي كاين واللي ما كاين واستعنت بكاع المسلسلات اللي تفرجت فيهم وكاع قصص البنات في الجروبات ديال العيالات. واه واخيرا بعد ما جف فريقي وبعد ما قربت نلفظ انفاسي الاخيره اقتنعت. بعد ما سمعت منها كلمه واخا اهربت بلا صباط لا تقول لي نعاود ليها شي حاجه اخرى. صيفطت مع حافظه ووفاء ووصلني احمد المحطه. وهو يقول هناء واش غدا تكوني بخير؟ طليت ليه على وجهه وقلت واش هذا احمد ولا شي واحد اخر؟ بطبيعه الحال غدا نكون بخير الا بغى الله. قال عندي واحد الاحساس كيقول لي العكس. قلت على انت كتحس صدمتيني ها واش بغيتيني ما نمشيش؟ وهو يقول لا سيري ولكن ما ترجعيش. قلت ليه باغي تهنى من وجهي وما حاملش تعاود تشوفني. قال لي لا حيت خايف عليك. قلت ليه لا انا دابا غندوب في بلاستي مالكم اليوم على هاد الحنان الزائد ياك ما غنموت. وهو يقول مع من انا كنهضر يا ربي كل شي قلبه ضحك وتفليا سيري سيري الكارجة. قلت لي واخا هنا غادة. وهو يقول تهلاي فراسك. طليت ليه تاني على وجهه وقلت واخا على شكون عندي انا من غيره نتهلا فيه. شداته الضحكة وهو يقول
يلا تلاحي. ركبت في الكار وأنا كلي أحاسيس مختلطة، الفرحة مع الحزن، باغا نبكي وفي نفس الوقت باغا نضحك. إيش هاد الشي يا ربي؟ فرحانة حيت حسيت باللي وفاء وحفيظة كيبغيوني وكيهتموا لأمري، وفرحانة بهاد الاهتمام المفاجئ ديال حمد. ميات مرة كنتفكر هضرته خايف عليك وتهلاي في راسك، كل مرة كنقيس حناكي حيت كنحس بيهم غيتفرقعوا بالخجل، وفي نفس الوقت كان يأس حيت كنفكر باللي هاد الشي كله كذوب وأوهام بحال النجوم، غير كتطلع الشمس وكيختفي كل شي. تمنيت كون كان هاد الشي بالصح، هناء وحفيظة وحسن عائلتي وحمد راجلي ديال بالصح. قال لك جوج كلمات خلاك الهبيلة، هناء توقضي معنا صاحبتي. ما حسيتش براسي باللي قلت هاد الجملة الأخرى بالجاهد، حتى شفت كاع الناس داروا عندي. ويلي زيادة على الهتير زدت الشوها، تفو عليك أحمد انت السبب. وقاع ما داني النعاس كيف ما العادة في الكار، المهم داوني الأفكار. وأخيرا وصلت لصلة ووصلت للحقيقة وودعت الحلم اللي يبقى عايش غير في عقلي. لهلا يوريكم كي دازت هاد اليومين، بحال لا دازت عامين وبالعرض البطيء، مملة ومعدبة. ماما كتهضر غير على العيشة برا، على صحاباتها تما وحياتها كلها تما، أما خوتي اللي ما كان عرف عليهم والو نهار وما طال، وهما كيقارنوا بين العيشة هنا والعيشة في الخارج. أما أبي المحترم كيضل يعطيني في النصائح على شكل أوامر باللي خاصني نتزوج وندير داري باش ما يبقاوش مشوشين عليا، أو بالأحرى ما يبقاوش يصيفطوا ليا الفلوس. أما بالنسبة لحنا الحانون قال ليك ناويين يديوها معاهم باش يصيفطوها للحج من تما. يا لسعادتي، داكشي اللي عندي في الدنيا غيديوه، زيدوني عشقا زيدوني. أما أنا عقلي كله في إفران، وشنو يكونوا كيديروا؟ وأخيرا سالات هذا اليومين وسال العذاب وبدا الجحيم. وصلت عائلتي للمطار وتصيفطت مع حنا اللي كانت غادة معاهم، ومشيت المحطة في البلاصة، شديت أول كار غادي الإفران، وأنا في اعتقادي اللي خليته غدا نلقاه وغنكمل فين خليتها. ولكن الغايب عمره ما كيلقى داكشي اللي خلى، وحتى الى بغى يعيش في الجو الجديد خاص يكون عنده الصبر والعزيمه الفولاديه. هادي اللي كنظن، وانا ما عنديش. وصلت ودخلت الفيلا، كانت خاويه بحال لا كانت قصر وولات دابا خربه مهجوره. بقيت كندور فيها ولا فيها حس الانس، بديت كنغوت الحافظه ووفاء ولا من مجيب، من غير صدى ديال الصوت. شوية سمعت شي بكا جاي من الحديقة اللورانية، مشيت كنجري لجهة البكا، كانت مرات سي عزيز ووفاء كيبكيو وحفيظة كتصبرهم. غير شافوني نظرات الحزن اللي كانت في عينيهم رجعت حقد، وهي تقول حفيظة حتى انتي كنتي من البوليس. قلت ليها اش واقع؟ وهي تقول وفاء بابا وحسن شديتوهم. اشنو ياك ما نسيتونا حتى حنا وجيتو ديونا؟ قلت ليها حرام عليكم، قولوا لي اشنو جاري، انا ما فراسي والو. وهي تقول ام وفاء احمد راجلك قولي لينا انتي اش كنتو كتخطو من الاول، راجلي بريء وعمرو يقدر يخون بلادو، ولكن انتو ما تلويتو عليه كي الحنوشه باغين تغطيو به على الشفاره الكبار، الله ياخذ فيكم الحق. وبدات كتغوت حتى فقدات اعصابها. خرجي عليا من داري، خرجي عليا من داري يا الكذابه. شفت وجودي ما غيزيد الامر غير السوء، داكشي علاش خرجت بلا ما نتوه حتى بشي كلمه. اصلا ما عندي حتى باش ندافع على راسي. وقبل ما نخرج دخلت البيرو ديال سي عزيز، خديت منه الكاميرا اللي درت داك النهار ديال المدابزه، الدايم في القبر غامولاه. ورجعت منين جيت، يلا بغيت نركب في الكار،
وهو يبدأ يطيح التلج. شحال تسنيته وتمنيته نشوفه، وحتى بغيت نمشي عاجة بحال لا كيقول لي ما تمشيش، ولكن انا ما بقى عندي ما ندير هنا. حتى التلج غيدوب واحد النهار، وحتى حاجة ما كدوم. وصلت للدار اللي كانت هادية هدوء الموتى، اما انا راسي كان مشوش كتلفازي جدتي القديم اللي الكل انا كنفكر اش جرى وايش هاد السرعة اللي تحلات بها القضية. ما كرهتش حد يجي عندي ويقول لي يا حلي هناء ودنيك وسمعي مزيان، ويبقى يعاود لي بالتفصيل الممل. ولكن انا ليش غنحل ودني؟ خاصني غير نحل عيني والحل عندي. جبت الكاميرا وحيدت منها الكارت ميموار وركبتها في البيسي، وبديت كنتفرج في الصدمات، صدمة تلو الأخرى. كان سي عزيز كيهضر مع شي حد، ومن خلال هضرته بان لي بريء. ولكن إذا كان هو بريء، إذا شكون المجرم؟ وبأين دليل تم القبض عليه؟ سهام كانت كتهضر معاه وعطاتو شي وثائق يوقعهم، وهو الحمار قرا غير الوثائق الاولين وبدا كيسني بحال لا عمرو شد ستيلو. هي كانت متوتره في البدايه، ولكن من بعد التوقيع ابتسمات ابتسامه عجيبه بحال ديال النصر. نورمالمون الدليل اللي خاصو يتشد به خاصو يكون موقع من شحال هادي، ماشي عاد. هذا راه كيتسمى نصب على حد علمي. من بعد ساعتين تسمع غير صوت سيارات الشرطه، كنظن ديك الساعه تشدو حيت عندي غير الكاميرا اللي درت في البيرو. دابا اشنو غدا ندير انا؟ واش نمشي عند البوليس؟ ما يمكنش حيت ما عنديش شي دليل ملموس، وحتى هذيك سهام مشكوك في امرها. اش غندير يا ربي؟ ما جات عيني غير على ساكي اللي كان قدام، هزيته ومن بعد ما كوبيت تسجيلات في البيسي وشديت طريق الافران. تفو انا تزيزيت بهاد المشي والمجي، حتى الشيفور ولا يحبس ليا بلا ما نقولها لي. واه وصلت الافران وخديت نفس عميق وتوكلت على الله. عارفة ماشي سهلة يعاودو يشوفو وجهي، ولكن خاصني نصبر. وكيف المتوقع غير شافتني حافظة جات جراتني من شعري، وأنا آي 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 حافظة طلقي آي 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 حافظة. راه أنا اللي كان ملك الحاجة الوحيدة باش يخرج حسن من الحبس، وقتليني قتليني. وبقاي بايرة، سمعت كلمة بايرة وهي تطلقني، وأنا مازال كنقاد في حالتي وهي تجي وفاء كاعية. كان معها علي لا، وتخبيت مورا حفيظة وهي تقول حفيظة لا لا وفاء خليها راه قال لك عندها الحل. قالت وفاء حل فينا هو؟ قلت ليهم الحل هو أنا، ولكن خاصكم تسمعوني قبل. قالت وفاء واخا زيدي واخا زيدي، ولكن كنقسم ليك وتكوني كتلعبي شي لعبة جديدة مورا ظهرنا، والله حتى نقتلك وقبرك ما يعرفو حد. مشينا البيرو سي عزيز وجلسنا في طاولة الاجتماعات المستديرة، وهو يقول علي واش حتى انتي بوليسية؟ قلت لي لا، باليك شكلي ديال البوليس. وهو يقول داكشي اللي بان ليا حتى انا. قلت لي انا غدا نعود لكم القصة من الاول حتى لهاد اللحظة اللي احنا فيها دابا. التحقت بينا مرات سي عزيز وحتى هي سمعت القصة من الاول حتى الاخر، ووريتهم التسجيلات ديال الكاميرا، وهي تقول وفاء اذا ها هو الدليل يلا نوريوه للبوليس. وهو يقول علي وفاء هذا ماشي دليل، شكون قال باللي باك كان شاف الكاميرا ودار هاد التمثيلية باش يبرأ راسو؟ وهي تقول وفاء كيفاش تمثيلية؟ واش ما كتشوفش؟ قلت ليها ها عند علي الصح، احنا عارفين بلي هادشي ماشي تمثيليه، ولكن هما ما غاديش يتيقوا، وبالخصوص الا كان عندهم دليل ملموس ما غاديش يتيقوا بالشك، وهما عندهم اليقين. قالت وفاء ايوا وهاد الوراق اللي كان كيمضي؟ وانا نقول ليها للاسف الكاميرا ما شداهمش وحنا ما عارفينش شنو فيهم. وهي تقول ام وفاء واشنا هو الحل؟
وهاد التسجيلات ما نافعين في والو. قلت ليها نافعين، عرفنا راس الخيط، اذا خاصنا نجروه ونخشيوه في البرا. وهي تقول حفيظه وكي غنديرو نجروه. قلت ليهم طاحت عليا واحد الفكره، ولكن ما عرفتش واش غادا تصدق. وهما يقول وشنو هي؟ قلت غنمشي عند احمد وغادا نقول ليه قدام سيهان باللي سي عزيز باري وغير منصوب عليه باش يتغطى على المجرم الحقيقي، وغادا نقول ليه باللي عندي الدليل. هنا غيكونوا جوج احتمالات. الاحتمال الاول الا كانت سيهان متورطه غادا تقرص وغادا تقول للمجرم الحقيقي باش يتخلص مني، وهنا غيكون علي حاضر واي حاجه شافها غريبه غادي يعلم الشرطه، وهكا غنكونوا خشينا الخيط في البرا. وهو يقول والاحتمال الثاني، قلت سيهان غادا تكون بريئه والسي عزيز غيكون هو المجرم، يا منصوب عليه من طرف شي واحد اخر وهكا غنقلبوه على شي خطه جديده ولا نشوفوا اش ندير. سيهان غادا تكون بريئه والسي عزيز يا غيكون هو المجرم يا منصوب عليه من طرف شي واحد اخر وهكا غنقلبوا على شي خطه جديده ولا نشوفوا اشنو ندير. قالت وفاء بابا بريء، هو بالصح كاركتيرو صعيب ولكن عنده نيشان نيشان، عمرك لا عرق كتاف شي حد، بقى ليه غير يسرق فلوس الدوله. وحتى انت ملي جيتي انت واحمد وقال لكم غيخلصكم بصالير واحد، كان باغي غير يختبركم واش بالصح محتاجين الخدمه. قلت ليها انا غنبقى معاكم وما غنتخلاش عليكم حتى تبان الحقيقه. ويخرج السي عزيز وحسن براءه. دابا خاصنا نبداو في الخطه في اسرع وقت ممكن. وهي تقول حفيظه ولكن هناء هاد الخطه راها خطر عليك، والا طلعوا هما ذكيين علينا وداروا ليك شي حاجه الله يستر. قالت وفاء اه حفيظه عندها الحق، حياتك غتكون في خطر، لا ما خصناش نغامروا بهاد الطريقه، خاصنا نشوفوا شي حل اخر. قلت ليهم ما يمكنش ليك تصيدي الحوتة بلا ما ترمي الطعم، ما تخافوش كل شي غيدوز كيف ما خططنا ليه، الله ديما مع الحق وغيكون معايا ان شاء الله، وحتى علي غيكون مراقبني ياك علي. قال علي اه بطبيعة الحال غندير ما في جهدي واكثر من جهدي باش نحميك. قلت لي اه ضروري باش تربح حب وفاء وتكسب قلب نسيبتك وينقصوا عليك شوية في الصداق. وقلبناها ضحك خفيف خلاوها ناس زمان، كثرة الهم كالضحك. ونضنا باش نبداو في تطبيق الخطة. خليت التسجيلات عند وفاء الدنيا والزمان هذا، ودرت مسجل صغير في جيبي فيه جي بي اس، ومشيت لمديرية الأمن في الرباط وبديت في التنفيذ. للأسف أحمد ما كانش، ولكن لقيت سي عبد الصمد، والحسن حظي كانت معاه سيهان. قلت ليه باللي سي عزيز بريء وباللي عندي الدليل وباللي كنت دايره ليه كاميرا في البيرو ديالو بلا خبر حتى شي حد، والدليل والكاميرا كاينين في افران، ودابا غنمشي نجيبهم ونرجع. خرجت من الكوميساريه وكيف ما توقعت من بعد نص ساعه بدا الاحتمال الاول كيتنفذ. اما من جهه احمد قال بعد ما كنت غارق في افكاري وشكوك اللي ما بغاتش تفارق ليا بالي، كيفاش قضيه بهاد الصعوبه يتشد مجرمها بسهوله؟ عيط ليا سي عبد الصمد وقال ليا باللي هناء جات عنده وقالت ليه باللي عزيز بريء والمجرم الحقيقي غير بغى يلهينا به ويوهمنا باللي هو المجرم اللي كنقلبوا عليه باش هو يخدم مرتاح وبعيد على الشبهات، وباللي عندها الدليل وهذا الدليل كاين في افران وغادا تمشي تجيبو وترجع. اما يمكنش الا كان هاد الشي بالصح وبالصح عندها دليل، اذا الوثائق اللي كتبت تورط إدانة عزيز مزوره. بلا ما نفكر اخديت طوموبيلتي وتوجهت لافران. بمجرد ما وصلت لقيت وفاء كتغوت في التليفون، علي جاوب علي علي جاوب. اوف هذا ماله ما كيجاوبش. قلت ليها هناء فين هي؟ قالت احمد جاب الله جيتي، هناء كنظن خطفوها. قلت اشنو؟
وبدات كتعاود لي على كل شيء وعلى خطتهم السخيفة، ووراتني التسجيل ديال الكاميرا. جاب الله كانت دايرة جي بي اس اللي بديت كنتبعو، وفي نفس الوقت عيطت للسي عبد الصمد وقلت ليه يتكلف بسهام ويجبرها تعترف ليه بعلاقتها بالوزير السابق سفيان الريواني، ويوهمها باللي لقينا عليها الدليل القاطع، ويصيفط اكبر دوريه ديال الشرطه للدار ديال عزيز حيت حتى هما في خطأ. اشاره جي بي اس توقفات، كانت منا ما يكون طراليها والو. يا ربي حميها، كنسوق على اعصابي. ما فهمتش كيفاش كتفكر هذيك السيده، مره كتبان ذكيه ومره كتبان غير كتخربق. واش يحساب ليها غيحنوا فيها؟ راه روحها عندهم رخاص من روح دبانه. شفت راسي غنتعطل والوقت ما غيكفانيش، داكشي علاش صيفطت الموقع اللي هي فيه للسي عبد الصمد باش يصيفط اقرب دوريه لتما في اسرع وقت ممكن. ومن بعد نص ساعه ديال الاعصاب والتوتر في الطريق، عاود عيط ليا السي عبد الصمد وقال لي باللي الشرطه اللي مشات لعين المكان ما لقات والو غير جهاز التسجيل مرمي، وان سهام اعترفت وباللي جبرها باش تعاود تعيط للمجرمين وتقول ليهم باللي الدليل عندها انا، والا مشات حتى طرات ليها شي حاجه كل شي غيتفضح. يا ربي اش هاد الزهر. عيطت الوفاء وسولتها على علي واش عندها شي خبار عليه، قالت لي باللي راه مازال تابعهم وصيفطات لي الموقع فين كاينين دابا والرقم ديال السياره اللي مختطفينها فيها واللي صيفطتها لجميع نقاط التفتيش. والحمد لله واخيرا لقينا نقطه ضوء، وصلت للموقع اللي صيفطات لي وفاء واللي عاودات اتصلت مرعوبه وقالت لي باللي علي تليفونو طفى حتى كنقولوا تحلات وكتعاود تعقد. كانت البلاصه اللي انا فيها كتادي لطريق وحده كملت فيها حتى بان ليا شي سيارات واقفين في مكان واحد ومن بينهم السياره المتعقبه. واخيرا صيفطت الموقع لسي عبد الصمد وانا مازال كنتحقق من المكان وكندرس خطه الدخول. تلاقيت مع علي اللي كان حتى هو بحالي وقررنا ندخلو قبل من وصول عناصر الشرطه اللي ما هي الا لحظات ووصلات، ولقاتنا في مواجهه الخاطفين وجها لوجه. ومن بعد عمليه المداهمه تمت العمليه بنجاح مع جروح خفيفه ليا انا وعلي، ولكن ملي شفت هنا عرفت باللي واخا نجحنا في القبض على المجرمين فشلنا في حمايتها. كانت حاله هنا يرثى لها، ملي شفتها في داك المنظر غارقه وسط دماياتها حسيت بالوقت وقف وحسيت بقلبي وقف. شفت بزاف ديال الحالات بحال هكا وبطبيعه الحال تاثرت، ولكن حيت خدمتي تماسكت. اما هناء قدامها نسيت خدمتي وحسيت بها شي حاجه كتخصني، شي حاجه جزء من روحي جزء من حياتي بلا بيه ما نقدرش نعيش. ما حسيت براسي حتى هزيتها في ايدي، كان نبضها ضعيف وهي فاقده الوعي تماما، نصها حي ونصها ميت. شويه وهي تجي الاسعاف وخداوها بسرعه المستعجلات ومشيت معاها وانا كلي امال تحل عينيها في كل لحظه وتنوض تعايرني. والله ما نجاوبها ولا نتعصب عليها، تمنيت كون كان هذا الشي غير حلم مزعج انفيقو منه ونلقاو راسنا بزوج، نقول ليها شحال كنبغيها وباللي من نهار شفتها عمرها ما فارقات خيالي. بالصح نهار الاول كرهتها، ولكن بشويه بشويه ولات كتسلل لقلبي. عمري ما حسيت براسي مربوط وما في ايدي ما ندير من غير انني ندعي الله ونتسنى. وعمري ظنيت باللي هادي اللي كنت كنقول عليها المصيبه الحاوله غاده تحول لي حياتي راسا على عقب. ولو كان جرأ شي حد وقال لي باللي هاد البنت غتولي عندك اغلى من حياتك انقتلو بدون تردد. وجهد اليوم وطال الانتظار، دازت يومين وهناء مازال في غيبوبه، وفي النهار الثالث عادت تكرمات تحل عينيها وترجع لي الروح. من بعد الفحوصات قدرت نشوفها، قلت هناء، قالت شكون انت؟
دكتور، واش فقدات الذاكرة؟ وهي تقول: آه حميدة، عقلت عليك، غاب الصوت. هاي 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 هاي، زيانيت يا العفريت، ولكن فين هو المستشار المسخوط؟ كنتي كتبان حرش، بحال بقلاوة. قلت: شكون بقلاوة؟ واش شوية لاباس؟ كتفكري غير في المستاش. وهي تقول: اه بصح، ما خاصنيش نفكر في المستاش، ولكن والله تا كان كيجي معاك. اجي، اشنو داروا ليا دوك الكفارة؟ ياك ما قتلوني. قلت ليها: اه للأسف، وما كنتش بغيت نقولها لك باش ما نصدمكش، ولكن دايم الله دفناك البارح مع العصر، وقبرك جا شوكة، ما تخافيش، وإلا بغيتي نجيب لك حقك ديال الكسكسو من العزو. وهي تقول: إلا ما يمكنش، وأنا مازال ما شفت ما تشوفت، ما تخطبت ما تزوجت، ما ولدت ما تحزرت. وهو يقول الدكتور: بين ليا خاصنا نديرو ليها سكانير ليكون عندها شي ارتجاج في الدماغ. قلت: لا دكتور، هادي حالتها من نهار عرفتها، فالت ليها شي في سكندل من نهار تزادت. وهي تقول: واش انا ما متش؟ قلت ليها: واش مضروبة بفردي خاوي؟ لا. وهي تقول: ومالك كتكذب عليا، طيرتيها مني. قلت ليها: انا غير طيرتها منك، اما انتي؟ اودي خليني ساكت. قالت: اودي غير هدر، اجي بعدا، اش جرى في القضية؟ قلت: الحمد لله اللي تفكرتي، القضية تحلات، والمجرم الحقيقي وسهام دخلوا للحبس، هما وكاع المتورطين اللي معاهم. قالت: سهام ما بقاش فيك الحال عليها. وانا نقول: لا بالعكس، تستاهل كاع داكشي اللي جرى ليها. وهي تقول: ولكن انت كتبغيها. قلت: لا، اكتشفت بلي ما كان بغيهاش، واللي حسيت اتجاهها عمره ما كان حب. وهي تقول: وباش عرفتيها؟ قلت: حيت دابا عرفت الحب الحقيقي اشنا هو. وهي تقول: قولي حسن وسي عزيز خرجوا من الحبس. قلت لها: اه. وهي تقول: خاصني نمشي عندو نشنق على جدو، يخلصني في الايامات اللي خدمت فيهم، راني دمرت فيهم والله، ماشي بحالكم انتوما كان فيكم غير الدغل. قلت ليها وانا ما مصدقش: الا بلاتي، واش في هذا الوقت كله كنتي كتفكري في الفلوس؟ وهي تقول: وماله، انت كتخلصك الدوله شهريا، وانا نكب الماء على كرشي، لا ديدي لا حبل ملوك. قلت: غا قولي ليا اش غندير معاك. وهي تقول: انا نقول لك يالله نشنقو عليه بجوج، حيت انا مازال عيانه شويه ويقدر يقول ابني ولد الهم. قلت ليها: نعسي نعسي، اتنعسي ما تنوضي، نخليك ترتاحي، هانا غير برا الا احتاجيتي شي حاجه. خرجت من عندها وانا كنضحك، ما عرفتش واش على هضرتها وهبالها، ولا على الفرحه اللي مخليه قلبي غيطير. هبيله ومحمقه قبيله، واخا داكشي كامل اللي عاشته في حياتها وفي فتره القضيه، مازال الضحكه في وجهها، مازال كتقاتل باش تعيش سعيده وفرحانه واخا غير بوحدها. ولكن من اليوم عمري نخليها بوحدها، غنحميها بكل ما اوتيت من قوه، واخا تكون ما كتبغينيش، انا غنبغيها حياتي كامله. ويا ويل اللي مشى حتى قلقها شي نهار نمحيه من الكره الارضيه. وصلت العشيه وجاو عندها زملائها ومديرها في العمل اللي يطمنوا عليها، وقبل ما يدخلوا اعطيتهم شي تحذيرات. قلت: شكرا على زيارتكم، قبل ما تدخلوا بغيت نقول لكم: يا ويل ثم يا ويل، ما سمح شي حد قال هناء شي كلمه ما هياش، واخا غير بالضحك، وبالخصوص لاقى بقاع الكاس اللي سمعتها منه غنفصل له راسه على كاسته. واش فهمتوا؟ ومن جهة هناء، من بعد زيارة أحمد ليا، زيارة اللي فرحتني بزاف، صراحة كنت خايفة لما نعاودش نشوفه، يا إلهي لقد وقعت في الحب. أستغفر الله،
وقيل الدكتور عنده الصح، جاني شي ارتجاج في المخ. فين كنا؟ اه جاو عندي الضبع. استغفر الله، يلا رجعت من الموت. زعما مديري المحترم وزملائي الكرماء اللي جابوا لي نص ايترو ديال الحليب الواحد وشي دانونات ديال جيري ومفيد، الله يعطيهم السيزي. زعما الله يعطيهم الخير. اما المدير كمش ليا شي وريقه في ايدي، بقيت لاوي عليها كي الحنش. حشمت نطل عليها حتى مشى، عاد تصدمت فيها ولقيتها خضرة 50 درهم دايزة عليها لاندوشين، خاصني نلصقها بسكوتش. ويا ربي غير فيني قبلوها مني، جاب الله ما شفتهاش وهو كاين، اما كون وريتو العين الحمراء. المهم جاتني شي حاجه ما هياش في هذا الزياره، شفت كل شي مؤدب وكلامه موزون، ترى ليا العجب. قال المدير على سلامتك وحلات ليه قمارنا المنير، من نهار مشيتي وحنا اللور اللور. رجعي لخدمتك، زملائك مفتقدينك وبلاستك غترجعي ليها معززة مكرمة. قلت لي نهي انا ما بقيتش باغا نخدم. وهو يقول وعلاش قمارنا المنير؟ انا بالطبوحيط. قلت لي ما نكذبش عليك، ما عندي نفس، نفسي مسدودة. وهو يجي لحدايا ودني وهدر بالحس، نضوب لك الصالير غير رجعي. وانا نقول عندك الصح، الدار كتسد النفس كتر، صافي غنرجع لخدمتي هي اللي دايما ليا. من بعد جا دور زملائي في العمل، كيهضروا معايا وكيشوفوا في احمد، وما كاين غير الله يشافيك حبيبة، على سلامتك كبيدة. سبحان مبدل الأحوال، سبحانك يا جليل. من بعد ما مشاو جات حفيظة ووفاء أمها. واو، جاو عندي حتى الرباط، حسيت براسي بحال عاد تولدت من جديد. أحمد خرج وخلانا بوحدنا، عرف هضرة العيالات. ومن بعد دودو 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 على القضية، بدينا الهضرة على المسائل العاطفية. قالت حفيظة وراكي ما سهلاش، احمد مسكين ملي دخلتي للسبيطار ما فارقك حتى دقيقه، هو شد كونجي على ودك كاع. اجي واش بالصح ما كتعرفيش احمد قبل من هاد القضيه؟ يا اختي كتبانو بحال لا كتعرفوا بعضياتكم ملي تزاديتو. قلت ليها الا والله ما كنت كنعرفه. وهي تقول ام وفاء ايوا ودابا ما طرات بيناتكم تا حاجه زعما؟ قالت حفيظه اطرات. اويلي اش هاد السؤال، وانتو ما كنتو جامعينهم في بيت واحد كي القنيات، يطرى اللي ما يطرى. قلت لا حفيظه اش كتقولي، والله ما طرات بيناتنا شي حاجه. وهي تقول حفيظه طيقتك، شوفوا السيده كي حمارت. قالت وفاء لا لا مسكينة طايحة على زنافرها فيه، وحتى هو طايح كله مسكين، غير هو مازال معرفش معاه من طاح. قلت وباش عرفتيه طايح؟ قالت وفاء قال لي يا علي نهار خطفوه احمد دخل عند العصابة كل مسعور، اما فاش شافك غارقة في دماياتك اوه قال لك السيد كان غايب سطة مسكين. قلت عادي شاف بنت مخطوفة يديرها مع أي وحدة. قالت وفاء لا ماشي مع أي وحدة، الراجل يقدر يدير هكاك على أمه ولا أخته ولا بنته ولا اللي خاطفة ليه قلبه. وأنا نقول زعما نكون أنا من الصنف الأخير؟ وهي تقول أم وفاء يلا في حالنا نخليوها ترتاح، سيدة باقا بنجم الحب، جاب حمد والديه الإفران، فين تلاقينا فين تخطبنا؟ وخطبوني من عند سي عزيز اللي عطاه بابا الوكالة، وخا حتى عائلتي كانت حاضرة في البيس، تجمعنا كلنا. أول مرة كنحس باللي عندي عائلة كبيرة كيبغيوني وكيبغيو مصلحتي. علي جا خطب وفاء الغد ليه، وسي عزيز وافق بطبيعة الحال حيت علي
بين لقاع الناس باللي كيستحق وفاء عن جدارة واستحقاق. أما حسن نهار خرج من الحبس مشى خطب حفيظة زربان، أعاد عرف قيمتها. بصح حتى كنحسو بروسنا كنفقدو الحاجة، عاد كنحسو بحقها. بحالي ملي كنت غنفقد حياتي، وبحال أحمد ملي كان غيفقدني. المهم خليونا من الأسى والماضي الأليم. درنا العرس بثلاثة في نهار واحد وفي بلاصة واحدة. إمتى؟ في ليلة راس العام. فين؟ في قاعة علي بالفلاح في مراكش، فين كيديروا لالا العروسة العرس. بطبيعة الحال قسمنا الضريبة المالية، عائلتي جاو وحتى حنا جات. وفكراتني في نهار دارت ليا الحنة وخرجات حمرة وقالت ليا باللي هاد العام غدا نتزوج، وكترجع لي هالفضل باللي بسبابها ربي حن عليا وزوجني. اتقي الله حنة، راه غتحجي زعما الزواج بالمكتب وكل شي بالمكتب. نهار يكتب ليك الله واخا يطيح عليك العريس من السما، ما تعرفي الدقة منين جاتك. خليوني مع حميد. فاش سال العرس وجات الليلة الموعودة، وكيف ما ديما ضروري ما خاصني ندير شي فضيحة. دخل عندي لقاني لابسة كاع الحوايج اللي رزقني بهم الله، وهو يقول اش هاد الشي يا هناء؟ قلت البرد اخويا اش غندير. قال لي خوك اش غديري؟ انا اللي غندير، فينا هي القفان ديها لسيهان. قلت لي اجي لهنا حميميشتي ما تمشيش. وهو يقول واش غنديرو دابا؟ نبداو نقشرو فيك كي البصلة. الناس عطاهم الله مصيبة حلوة وانا عطاني مصيبة حولة. قلت لي ومالك اش بغيتي كتر؟ مصيبة حولة تبغي تجيك وتجي لغيرك. قال لا، اي حاجة منك سمن وعسل. دوبني بالخضرة ولد الهم حتى ضربتها بسخفة، ودابا دازت ربع سنين على هاد القصة ومازال حمد معايا كيف ما النهار الاول، وعاد ما كيزيد يحلى. عندنا دابا جوج ولاد، خنساء وعمران، كتعاوني عليهم حنا حيت انا وليت دابا سكرتيرة ديال المدير، وماشي بتدخل مراتو بل عن جدارة واستحقاق. عينيا تقادو ونداد رقع الكاس حيدتهم. أصبحت جميلة، صرت قنبلة، صرت قنبلة فتاكة. وفاء وعلي ولدو ربعة ديال التوام. ضحكوني حمقو السي عزيز ورجعوا ليه راسو بلاصة رجليه. فين ما نمشيو عندهم نلقاوهم راكبين ليه على ظهره كيديرو عن شاشة رارة. كبرياء ومعاهم ولا في الحضيض. أما مراتو كاع القصص اللي سمعتهم من عند عباد الله عوداتهم ليهم، وحفيظة وحسن ما تزاد عندهم والو. ولكن مؤخرا راه سمعت باللي حامل. يحسب لكم هما مسوقين عايشين الحياة، جاب الله شي ولاد هي هاديك، ما جابش هي هاديك، سعادتهم ماشي في الولاد. المهم قصتي كيف ما العادة في المعاودة سالات، وكنتمنى تكون عجباتكم وخدات منكم ولو ابتسامة. شكرا شكرا على المتابعة وخليتكم على خير، وكنتمنى تخليو لينا تعليق بخصوص القصة. كي جاتكم هنا وواش كتمنوا تكونوا في بلاصة هنا؟ ونتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.